في المستهل وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، تناول مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول بالدراسة مشروع قانون تمهيدي قدمه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، ويقر هذا المشروع عقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية بمبلغ 2 مليون دينار جزائري لكل تعد على أراضي الدولة. المشروع ستتم دراسته في مجلس الوزراء القادم.